مفيش أجمل من الأب ولا أحن من الأب على أولاده. علاقة الأب بأبنائه وعلاقة الأبناء بالأب. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة وسادات الأفاضل، متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة في كلمتين مش هتاخد أكتر من نص دقيقة، دقيقة بالكتير. الأب بيقدر يعتني بعشر أبناء، وممكن يعتني بأكتر من عشر أبناء، أبناء طبعا وبنات، لكن عشر أبناء أو عشر أبناء وبنات ممكن ما يقدروش يهتموا ولا يعتنوا بأب واحد. الأبناء شايفين أن الأب دقة قديمة أو مش قادر يتواصل معهم، والأب شايف أن عياله مختلفين اختلاف كبير عن قبل كده، والدنيا بالنسبة لهم متغيرة. أتمنى الهداية للجميع، لكل أبنائنا، وإن شاء الله أتمنى الفيديو يكون يعني وسيلة ليهم لمعرفة قيمة الأب شوية. مفيش أجمل من الأب ولا أحن من الأب على أولاده. أتمنى الفيديو يكون أفاد حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.